يمكن الشكل التجاوز اللي ممكن يحصل في حالة زي دي ان هيجي شخص طبيعي هيتفق مع شخص اخر من ذوي الهمم، يقول له انت هتجيب العربية والعربية جاية لك وانا في مثلا مقابل مادي، بس انا اللي هاخد العربية في الاخر. هل ده بيحصل؟ لا ده كان الجواب ذات نفسه بيتباع. انا عايزاك تقول لي بقى ايوه طرق ده التجاوز او طرق التحايل على القانون كان بيحصل ازاي اصلا؟ اللي كان بيحصل، ان كان بيتم الاتفاق مع ذوي الهمم باعاقه او صاحب نسبه الاعاقه المعينه، كان بيجيب الجواب اللي هو طالع بيه يعني الاعاقه ذات نفسها نسبتها قد ايه، ويبتدي ان هو يقدم الطلب ويبتدي ان هو يشتري منه السياره من قبل ما تيجي، تمام، ويبتدي ان هو يديله ثمنها. وطبعا عشان كان ممنوع التداول او البيع والشراء على السياره، فكان بيتعمل عقد اتفاق جانبي. العقد الاتفاق كان بيحفظ على الاقل حق الدافع، ما هو طبعا الجواب جاي باسم المعاق، أكيد. وما ينفعش ان العربيه تتداول او تباع او يتحرر ليها توكيلات. هي جياله هو. بالظبط. فكان اللي بيحصل ان هو بيشتري منه الجواب سي مثلا بمبلغ، وبالتاني بياخد العربيه ويبتدي ان هو يخليها عنده لحد ما مده الحظر اللي عليها تنتهي. وكان في اوقات ان هو بيبتدي ان هو يتحرك بيها طبعا في اماكن ما تكونش فيها كمائن او يتم ضبطه فيها، بس لحد ازاي ما يعني، ازاي فترة. يقدر يعمل كنترول اصلا على حاجه زي كده؟ بمعنى يعني ازاي يعمل كنترول حتى ان هو يمشي في منطقه مثلا ما فيهاش كمان؟ ما يعني هي كانت احنا معروف عند الكمان عندنا انت فجاه بتبقى ماشي بتلاقي بس كمين في لوحده وهي يعني. العربيات دي اصلا ضباط المرور عارفينها، بيبقى معروفه ان العربيه ديت لاصحاب ذوي الهمم او عربيات عليها حظر. يعني يا استاذ محمد، حتى بعد ما بيشتري الجواب من الشخص اللي بيعاني من الاعاقه، وحتى بعد ما بيشتري العربيه وبيمشي بيها، برضه كان بيبقى معرض. احتيازه للعربيه غير قانوني. طبعا، ولو اتمسك بيتم سحب الرخصه بتاعته ورخصه السياره، وبتسحب السياره ذات نفسها، وادفع بقى جمركها عشان تطلع تاني. فده كان، ولكن طيب العربيه ما اتحركتش، العربيه فضلت موجوده في مخزن طول فتره الحظر، وبعد الحظر اتفكت وانا وفرت فلوس الجمارك وبعت العربيه بمبلغ بما يعادل دلوقتي ثمن العربيه وقت ما اشتريتها بثلاث اربع مرات. يعني في ظل ويقدر يبيعها عادي، ما هي خلاص، بتاعته ما هو الحظر يعني هو عربيته. كان في حظر مده معينه من 3 لـ5 سنين بتبقى العربيه محظور التعامل عليها الا لما الحظر ده ينتهي. فبمجرد ما الحظر بيخلص خلاص بيتم التعامل عليها كانها زي سياره زي اي سياره عاديه. ولكن ان تم ضبطها قبل كده بتدفع الجمرك بقى بتاعها كامل. تدفع جمرك كامل. كامل. طيب دلوقتي احنا صحينا النهارده على اجراءات صارمه من الحكومه المصريه، مظبوط. يمكن من ضمنها ان الشخص المعاق اصلا لما يجي يبقى عايز يجيب عربيه لازم يقدم تقرير طبي بيشرح فيه حالته بالظبط، يبقى هو اللي هيسوق العربيه او لا، تبقى العربيه زي ما كنا بنتكلم قبل ما نطلع، هو ما تبقاش اكتر من 1200 سي سي. ايه كمان اجراءات هو الحكومه؟ النهارده تعتبر مجلس الشعب طلع او عدل في اللائحه التنفيذيه الخاصه بالقانون ذوي الهمم بخصوص السيارات، وحط بعض القواعد اللي هي من اهمها ان صاحب السياره او اللي هياخد الجواب هيبقى معاه بطاقه زي البطاقه بتاعتنا كده، بس دي بطاقه اعاقه تثبت فيه الاعاقه ان ونسبه هو من العجز ذوي الهمم. من ذوي الهمم. وبعد كده هيتحدد نسبه الاعاقه عنده كام، واللي على اساسها هنتم استيراد السياره. وقال بقى هنا ضيق الموضوع شويه وقصره عشان خاطر الغرض من ان انا ادخل سياره لذوي الهمم يتم. هي الدوله بتدعم وبتقول انا ممكن النهارده عشان خاطر ان كان عندك ظرف او شيء، فالنهارده انا بساعد وبوجه، انا كوزاره التضامن الاجتماعي انا كحكومه بدعم الشخص وبدي لك امتيازات، تمام؟ ما يبقاش بقى عشان في انت اساءه. بديك امتيازات عشان انت اللي بالظبط تستفيد منها. بالظبط. ما تبقاش في اساءه، ما تدخليش عربيه بقى ثمنها 7 8 9 10 ملايين وتعفيها وانا اعفي لك من الجمارك وغيرك يستفاد بيها وده كان بيحصل وتضيع قبل علي. كده يعني، طبعا كان في عربيات بتيجي معفاه من الجمارك، عربيات بنتكلم فارهه. براندز بقى انه ايوه عربيات فارهه كانت بتدخل وبتعفى من الجمارك لذوي الهمم، ورغم كده كان بيستفاد بيها ناس تانية. ومش ده مش ده اللي انا يعني، انت طب انت ليه النهارده انا بدعمك وانت بتخسرني؟ يعني انت النهارده انا دوله بدعمك وبدخل لك سياره معفاه من الجمارك عشان خاطر حضرتك تستفاد بيها، ليه النهارده تخسرني وتضيع عليا النهارده مبلغ ضريبه في غيرك ممكن يستفاد بيها، في غيرك ان هو هيتاجر بيها؟ لا، النهارده تعالى اطلع لك بطاقه هتفتح حساب في بنك ناصر مودع بيها
كامل ثمن السيارة قبل سنة من تاريخ التقدم او ان انا اتقدم بالسياره. النهارده اقصى سياره هتنزل هيكون من تاريخ صنعها 3 سنين. النهارده العربيه يعني هيتم كسرها اما على المعاقزه نفسه او اما قريبه من الدرجه الاولى او الثانيه بالكتير قوي، ولا يقودها الا مالكها او قريبه من الدرجه الاولى حسب الاعاقه. والنهارده مش هندخل بقى خلاص عربيات فارهه، العربيات ذات اخرك العربيات 1200 سي سي سواء هجين او بنزين و200 واط ان كانت كهرباء. والنهارده خلاص، النهارده انت هيمنع تداول اي توكيلات تحرر منك على السياره، خلاص مفيش توكيل هيتحرر منك، واي توكيل هيتحرر طبعا دي تعليمات هتنزل للشارع اقارب ان اسمه فلان يوضع على القائمه عندكم. ما ينفعش ان انا احرر اي توكيل خاص بالعربيه ديت، طبعا اللي هيخالف دوت هيتعرض لان العربيه هتتسحب كامله. انا كنت عايزه اروح الصراحه للنقطه دي، لانه كنت قريت ان الحكومه ادت للناس مهله شهرين مزبوط. ان اللي كان مخالف ان هو يصلح الامر. فانا عندي سؤال، يعني هيصلح الامر ازاي؟ يعني يدفع ضريبه السياره، حضرتك بعت السياره وغيرك مستفاد بيها، يروح بقى يدفع الضريبه كامله؟ بصي، تم تشكيل لجنه في كل محافظه، اللجنه دي هتبقى احد ممثلي الحكومه ومن وزاره الضمان الاجتماعي، هتبحث الملفات الخاصه بالعربيات من اصحاب الهمم. كل واحد هيجي، تعالى يا سيدي قنن وضعك معايا، العربيه فين؟ والله العربيه موجوده معايا. تمام، كمل اجراءاتك عندي وكمل وفقا للائحه التنفيذيه اللي موجوده وهدي لك ترخيصك عادي. لا، العربيه اتباعت، هات لي العربيه او هات صاحب العربيه، قنن الوضع، يدفع الضريبه اللي على العربيه كامله. مين ده؟ ثانيه واحده بقى، طب في حاله زي دي ان هو اخذ العربيه باعها لشخص تاني، جميل، مين اللي هيدفع الجمرك؟ الشخص اللي باع انا كدوله ماليش، ما يخصنيش، العربيه مش هتمشي الا لما ورقها يخلص. طب هو اخر واحد اشترى ده هو عارف ان يعني طبعا اوكي بيبقى عارف. ايوه، لان العربيه عليها حظر والرخصه طالعه بان العربيه عليها حظر، ولا يقودها الا مالكها او قريبه من الدرجه الاولى او الثانيه بالكتير جدا. يعني اصلا اللي بيشتري العربيه من حد اشتراها من حد من ذوي الهمم بيبقى عارف ان هو بيعمل حاجه غير قانونيه. الجواز بيتباع من قبل ما العربيه تنزل. في ناس شغلتها ان هي تدور على الناس ديت وتتعاقد معاها ويستغل الظرف دوت والنهارده يشتري منه. طب يبقى في الحاله دي بيبقى لازم الشخص يروح للحكومه ويقنن وضعه معاه ويدفع الجمارك، يدفع الضريبه كامله بتاعت العربيه كاملة. عشان انا اخليك النهارده تتحرك بالعربيه وتبقى عربيه حره معاك. بس النهارده طالما انت مش محتاج السياره وانا دعمتها لك يبقى لا، الدعم يروح لمستحقين. طيب وانت بتتكلم برضو يا استاذ محمد، يعني لفت نظري انه مش حاجه كويسه ان انا كحكومه ابقى بساعدك وابقى بدعمك وابقى بقدم لك تسهيلات كتير عشان اسهل عليك الحياه، وفي الاخر انت تيجي تعمل لي انا مشكله او تحملني انا عبء طبعا زياده عليا. طبعا فهل هيبقى انت بتفوت عليا النهارده حق غيرك ياخده؟ ما هي الضريبه ديت مش خاصه بيك انت لوحدك. مظبوط، بكل ذوي الهمم وفئه كبيره جدا طبعا في المجتمع. والضريبه اللي الحكومه بتحصلها ديت مش خاصه بيك انت. ما انت في ناس تانية ليها دعم ومستحقين، في مشاريع شغاله، في دعم شغال، كل ده وزاره الضمان الاجتماعي النهارده بتدعم، كل الجهات بتدعم ذوي الهمم. طيب انا كنت عايز اعرف هل هيبقى في عقوبه بقى، يعني بعد الاجراءات اللي احنا قلناها النهارده للحكومه، هل هيبقى في عقوبه للشخص نفسه اللي من ذوي الهمم اللي باع الجواب؟ عايزك تجاوبني على الموضوع ده بس بعد الفاصل. نطلع فاصل ونرجع نكمل. قبل ما نطلع الفاصل كنت بسأل أستاذ محمد إنه إيه العقوبة اللي بتبقى على الأشخاص من ذوي الهمم اللي بيبيعوا الجوابات وبيسمحوا لأشخاص تانيين مش مستحقين إن هم يركبوا العربيات دي. يعني يمكن اتكلمنا شوية في الموضوع ده وإحنا في الفاصل، وحد جه قال لي الناس غلبانة، أنت مش فاهمة، ممكن يبقى في عرض المبلغ أيا كان. أستاذ محمد كان بيقول لي الجواب كان بيتباع ب5000 جنيه، يعني ده أقل رقم تقريبا ممكن نسمعه، إنه ممكن يبقى في شخص فعلا محتاج المبلغ ده. بس انا يعني انا قلت برضو اقول لكم لا، انا مش مقتنعه بالكلام ده، لانه لو مشينا التفكير ده بعد كده الغلبان اللي هيجي يسرق هنقول معلش يا جماعه ما هو غلبان ومحتاج فلوس. لا، القانون قانون، ما ينفعش عشان انا محتاجه ان انا اخد الفلوس اللي انا محتاجاها دي بشكل غير قانوني واضيع حق لناس تانية، لناس أشخاص تانيين من ذوي الهمم، أنا كده بضيع حقهم هم. فأنا ما زلت شايفة إن أي حد كان بيبيع الجواب غلط طبعا. هل في عقوبة على الشخص ده نفسه؟ أيوة، العربية لو تم ضبطها بعد بها وفعلا العربية اتباعت بيتم ضبط السيارة وبيتم سحب الرخصة وبيتم دفع الجمارك كاملة على العربية. مين اللي بيدفع الجمارك؟ الشخص اللي من ذوي الهمم اللي باع الجواب ولا الشخص اللي اشترى الجواب؟ ما يخصنيش مين كحكومة،
انا ما يخصنيش مين، لا ما هي الحكومة هتلزم مين ان هو يدفع العربية عندي الجمارك؟ مش هتطلع غير لما تدفع ضريبتها، اللي عايز يجي يدفع ضريبتها حضرتك اشتريت حسن النية على عيني وعلى راسي طب ما يدفع هو ضريبتها. الراجل اللي من ذوي الهمم هو اخد الفلوس وخلاص، هو مش عايز العربية ومش محتاج العربية خلاص في حاجة. العربية انا هستفاد بيها، خلي العربية عندي، يبقى حضرتك بقى حل مشكلتك مع اللي بعتها له، لان البيع تم بشيء غير قانوني. يبقى يعني بالبلدي كده مش هيبقى فيه عقوبة على الشخص اللي من ذوي الهمم، والموضوع كله اللي هيلبس ليه فيه. ليه؟ ما هو انت اصلا ما مش هو هدخل لك عربية تاني، خلاص انت هو مش عايز اتحذرت. عربية، هو كان عايز ال 5000 جنيه، هو خد ال 5000 جنيه خلاص، تمام هو اخد اللي هو خلاص، عايزه، دي كانت هو مش عايز مشكلة حاجة. وانا يعني انا دي كانت مشكلة ومش غلطتي ان انا سهلت لك وافترضت فيك حسن النية. مع التطور اللي حصل اكتشفنا لا، ان انا كان لازم تدخل تشريعي. ما هو موضوع طبيعي، انا النهارده بفترض في الانسان حسن النية وبفترض فيه البراءة، تمام؟ فانا النهارده ساعدتك ودخلت لك، فما تحاسبنيش على ان انا كنت كويس معاك، ما تشيلنيش ذنب. لا انا مش هتحاسب على اني كنت كويس معاك وقدمت لك خدمة، انت سأت استخدامها خلاص ما فيش مشكلة، العربية اللي دخلت عندي ومش هتطلع، ولا هيطلع لك رخصة ولا العربية هتطلع لها رخصة، وهتبقى انت في مشكله مع اللي بعت له، ان اللي بعت له عايز فلوسه. اه طبعا ده هو اللي هيلبس يعني. وخليني بقى اكلمك بمنتهى الصراحه، العربيه اللي دخلت من 5 سنين دلوقتي شوفي سعرها كام، مهما اتدفع عليها الضريبه هو كسبان برضه. طبعا فبرضه الحكومه طبعا ما يعني ما تعتبرش ان هي جات عليهم قوي. لا انا بالعكس، ده انا المفروض احاسبك على الضريبه بتاعت دلوقتي. يعني انا المفترض، ولكن ده ما حصلش، هو انا هدي لك الضريبه على الاعفاء الجمركي اللي دخل وخلاص، وهديك السياره في كمان الوقت اللي انت جبت في فيه الوقت اللي انت العربية، بالظبط. مش بالضرايب او لا الجمارك مش المفروض دلوقتي، تدفع دلوقتي. وفي كده الحال انت كسبته برضه، طبعا اكيد. فهو اكيد ما هيبقى محتاج العربيه، فاكيد هيدفع الضريبه. طيب احنا معانا سارة من اسكندرية. يا سارة اتفضلي. يا سارة سارة معانا. لقد انتهت الزيت الو، المكالمة الآن. مساء الخير. مساء النور يا سارة، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ تمام الحمد لله، ازيك اتفضلي. استاذ محمد نور. ربنا يخليك يا سارة، شكرا. نورين. بصي وانا متابعة الحلقة، فكنت حابة يعني اقول القصة بتاعتي سريعا كده. اتفضلي. مشكلة العربية دي يعني هي عاملة أزمة عندنا، انه بيتباع دايما الجوابات. انا واحدة من الناس منفصلة وعندي بنت ذوي احتياجات خاصة، فانا ما فكرتش ان انا اجيب عربيه، لانه انا يعني انا مش هتنفعني في حاجه. خلينا نقول ان انا مش ظروفي ان انا مش هتنفعني، فانا كنت اولى ان انا اخد المعيش. لكن انا طليقي مصمم ان هو يجيب العربيه، هو شايف ان احنا نجيب العربيه احنا نستفيد من ورا البنت. ازاي الدوله تكون عامله ده ابوها، يعني ابوها هو عايز يجيب العربيه على حساب البنت. يعني انا استفيد من وراها، ازاي الدوله تكون عامله لي حاجه زي كده وانت مش انت مش عايزه تستفيدي منها، انا يعني استفيد. هو يا ريت ان هو يستفاد بيها. تمام. فقلت له لا انا مش عايزاها ومش هستفيد بيها، لا انا مصمم. وبالفعل هو راح يدور طب انه هو ياخد العربيه. طب هو عايزها يا استاذ ساره، لانه في يعني في اهالي من ذوي الهمم بيجيبوا العربيه علشان هم يوصلوا الشخص نفسه، يعني ممكن ما يبقاش هيعرف لا يا يسوق. فندم، هو عايزها ليه هو، ولا عايزها ليه يجيبها هو يبيعها؟ يا فندم احنا في بينا قضايا على نفقه. ايه هو مش عايز اصلا يصرف على البنت ومش بيشوفها ومش طالب حتى يشوفها، لكن لما سمع ان في بقى عربيه وفي انا طب ما ممكن ليه يبقى هو عندي عربيه. يعني بصي خلينا برضو انا بحاول افكر معاكي بصوت عالي، يعني لو هو ليه هو ما ممكن يبقى عايز يجيبها يستخدمها عشان يتحرك بيها مع البنت، عشان تبقى العربيه مجهزه ان هي تركب فيها. هي البنت معايا انا. بصي هو مش وفيه. موجود. هو البنت معايا اصلا، انا حضانتي ومعايا، هو بيطلبش يشوفها اصلا. اوكي. يعني هو اصلا مش بيصرف عليها ولا بيطلب يشوفها ولا معتبرها بنته. الا لما بقى عرف ان في عربيه. خليني اقول لك ان هو بدا يساومني بقى، اللي هو ايه، طب انا جالي شغل مثلا بره مصر. لا بصي، هو انت هتسافري بره مصر يبقى تديني ورق البنت عشان اقدر اجيب العربيه. لما عرف ان العربيه لازم الورق بتاعها يكون هو المرافق، وان هي بقى معاه مثلا او كده، في اجراءات بتحصل. ثانيه واحده يا استاذ ساره، حضرتك بتقولي لي ان هو ما بيطلبش يشوف البنت وما بيدفعش النفقه، يعني هو ما بيدفعش النفقه بس معاه فلوس ان هو يروح يشتري الله عربيه. الله ينور عليكي، هو ده اللي انا قلته بقى. قلت له انت معاك تقدر قال لي وقتها هقدر ان انا ادفع لك نفقه، اديني العربيه ممكن بقى ده اشغلها بيساومك. اوبر. ايوه ممكن بقى اشغلها وقتها اوبر، اقدر اديكي بقى نفقتك. انا فقت البنت يعني. طب وانت عملتي ايه؟ لا طبعا ما رضيتش اديله الورق. هو حاول يجيب العربيه من ورايا، ما اعرفش، لان البنت في حضانتي، وكل ما يثبت ان البنت معايا انا. ف
فابتدى ان هو يساومني. طب طبعا انت هتتجوزي هاخد البنت وهقدر اجيب العربيه. طب انا مش هتجوز. طب انت هتسافري بره؟ لا هتسافري بره مصر، انا همنع السفر لبنتي، يا اما تسيبي لي البنت بالورق. هو مش شايف حاجه غير ان هو عايز يجيب العربيه باي طريقه. لدرجه ان انا كنت محجوزه بنتي في المستشفى، انا عايز اقول لك ان هي كانت تعبانه وبتموت في المستشفى، هو جالي المستشفى يطلب الورق على اساس انا هطلع يعني هخلص اوراق صحيه للبنت، واكتشفت ان هو عايز ياخد الورق برضو يجيب العربيه. يعني بس هو مش فارق معناه ايه محجوزه حتى. طيب خلينا نسمع بقى الراي القانوني في حاله زي دي يا استاذ محمد، ايه اللي بيحصل؟ ولا حاجه، البنت مع مامتها، وهو استحال ان هو يقدر يدخل سياره بدون ورق وبدون البنت، لان البنت بيتم توقيع الكشف الطبي عليها، يبقى في كوميسيون عشان تقدر تطلع البطاقه ديت. و البطاقه بتبقى باسم الشخص حتى لو قاصر، هو صاحب طبعا. يعني ما بتبقاش مثلا مكتوب على مامته او على لا بابا. ما هو نوع الاعاقه بتحدد هل هو بيحتاج مرافق ولا لا. يعني في ناس مثلا عندها نظر، في ضعف في النظر، تمام، في ناس عندها جزء مش موجود في. طب ما هو ممكن يعمل كل الكلام ده ويطلع ان هي ازاي البنت والتقرير مثلا يطلع ان هي فعلا تبقى محتاجه مرافق البنت معاها. البنت هتكشف عليها فين؟ ده في كوميسيون طبي بيتشكل عشان يحدد الاعاقه اللي عند البنت ونسبتها ومدى احتياجها كمان للسياره، ده كمان التعديل الجديد، مدى احتياجها للسياره. ممكن مش محتاجه، عندي عجز وكل حاجه، ولكن مفيش مش محتاج السياره. طب بالنسبه للتصرف القانوني اللي استاذه ساره تعمله دلوقتي، يعني هي تعمل ايه معاه؟ يعني هو بيحاول بكل طرق ان هو ياخد البنت علشان يحضر الورق. هو للاسف هو مش هيعرف ياخدها، لان البنت في حضانتها، والبنت عندها ظروف خاصه كمان، يعني حتى بعد 15 سنه بعد انتهاء سن الحضانه هو مش عارف ياخدها. هي الوحيده اللي تقدر تمشي في الاجراء ده هي مدام ساره، هي رافضه الموضوع تمام. هي بتقول انا مش هستفاد بيها حاجه، ومش هبيع حاجه مش حقي، وانا مش عايزه. كون ان هو عايز يتربح بقى من ورا البنت دي قصه تانية. يعني دي حاجه طبعا ما حدش هيقبل بيها. اتفضلي يا استاذه ساره، كنت هتقولي حاجه؟ بقول حقيقي كلام استاذ محمد صح، انا فعلا مش محتاجاها، لكن يعني حتى هو بيقول لي لو تجيبيها وتبيعي الجواب ونقسم بقى فلوس الجواب. يعني بس هو عايز باي طريقه يطلع من الموضوع بفايده. هو ما شافش قرارات الحكومه النهارده الصبح يا ساره ولا ايه؟ لا هو ابعتيها له. هو اكيد هيشوف التلفزيون بعد القرار. لا اصل خلاص، يعني يمكن التجاوزات اللي بنتكلم عليها دلوقتي دي كانت بتحصل بالفعل وحصلت كتير جدا الفتره اللي فاتت، بس خلاص. انا كنت بتعرض لتهديدات منه، يعني عايزه اقول لك ان هو ضغط نفسي جامد. طب انت ليه ما بلغتيش عنه؟ يعني واحد بيهددك وعايز ياخد البنت، والبنت بتعاني من اعاقه او من ذوي الهمم. انا محضر قبل كده في الاخر برضه ابوها هو خدها مره وقال لي مش هجيبها لك، وعملت محضر وخدت البنت. يعني حته ان هو يخطفها، هو خطفها او خدها مني مره، بس ما تعتبرش خطف صح؟ هي كانت وديه، مش خطف. هي كانت في رؤيه وديه والموضوع كان مش بيتكلم فيه، واخدها وبعدين قال لي لا مش هجيبها لك غير لما تجيبي لي الورق، وانا يعتبر عملت كده قصه عليه، قلت له خلاص تعالى الاسم واديني البنت وهديك الورق في الاسم. واول ما وصلنا الاسم عملت له بلاغ، عملت له محضر عدم تعرض، وقلت ان هو اخذ البنت غصب عني، هي مش في حضانته. لا هو يعني كان ضاغط عليا نفسيا كتير، يعني في قصه العربيه دي. وانا مش من حقي ان انا ابيع الجواب، انا اخد ليه حاجه مش يعني انا مش هستفيد بيها، معلش، ولا انا اولادي انا بعيش. عمره ما ربنا هيبارك اصلا، لان فعلا زي ما بتقولي انت بتاخدي حاجه مش من حقك. لا طبعا مش هعمل بيها حاجه وهبيعها ليه واعمل ليه القصه دي، ربنا مش هيبارك فعلا. صح. حبيت بس اشارك معاكم القصه بتاعتي. ميرسي ليكي يا استاذه ساره، بشكرك وربنا معاكي. والله انا مش عارفه ايه الابهات دي، يعني بس يعني انا لفت حاجه، هو سؤال بره الموضوع تماما، بس يعني الموقف اللي هو عمله ان هم كانوا في رؤيه واخد البنت وبيقول لها مش هديها لك غير لما تديلي الورق. وانا سالتك ده مش خطف؟ يعني هو ده مش خطف. لان مفيش اب بيخطف بنته، بس هو تكنيكلي خطفها. يعني انا برضو لو انتوا عايزين يعني لو هنتكلم هيبقى مجازا ماشي. طيب احنا معانا اسماء من القاهره. يا اسماء اتفضلي. بسمه خير. الو. ايوه يا بسمه اتفضلي. سامعاني؟ معاكي. انا بس كنت عايزه اسال حضرتك الاستاذ المحامي. اتفضلي. لما اجتمعوا وعملوا القرارات دي بتاعت الحكومه او الحاجات اللي ظهرت النهارده دي، انا طبعا عندي بنت مريضه ومن ذوي الهمم ومعايا الكارنيه ومعايا العربيه كمان.
بس ما اعرفش القرارات اللي هم عملوها دي، هل هم قعدوا مع مرضى مع اهالي المرضى وخدوا من كل الناس كلامهم يعني اقتراحاتهم ايه، او مروا بايه، او عرفوا ايه وشافوا ايه، على بال ما وصلوا انهم ياخدوا العربيه؟ اعتقد ان هم دلوقتي اذوا الناس اللي ماشيه جنب الحيط. هم ما اذوش حد يا مدام بسمه، هم ما اذوش حد. لا لا لا، هم يا مدام بسمه 1200، بصي يا مدام بسمه 1200 سي سي مدام بسمه، وتحط الفلوس قبلها بسنه وديها في البنك. ده ايه ده ايه؟ بصي يا مدام بسمه، اولا هم ما اذوش حد، هم اذوا اللي خالف. تمام، حضرتك عايزة عربية عشان تقضي بيها غرض معين، محتاجة عربية اكتر من 1200 سي سي ليه؟ يعني حضرتك عايزة عربية اكتر من 1200 سي سي ليه؟ وانا مدعمك ومدخلها وانتي هتحمليني يعني كدولة غير الضرايب. اسمعيني بس، اسمعيني بس، اسمعيني معاك. النهاردة انا كدولة مدعم البنزين ومدعم المواد البترولية، ده عبء على الدولة يا استاذة بسمة. النهاردة لما تدخلي عربية 1600 تيربو و و و هيبقى عليها جمارك قد ايه؟ حضرتك محتاجة، حضرتك محتاجة العربية في ايه غير ان انتي بتوصلي بيها بنتك لمشوار وبترجع؟ ده الغرض الاصلي منها. ايوه طب انا مش مدخل عربيه لذوي الهمم عشان يتاجر بيها ولا يستخدمها لشيء يتربح منه. انا أيوة دي. طيب ما انت حطيت، انت كمان حطيت شرط تكون الفلوس محطوطه قبلها بسنه وديعه في البنك. اه طبعا، انت مش قادره تدخلي العربيه النهارده، ما تحطي لي الفلوس فيها. ما هو النهارده حضرتك انا ايه اللي يضمن ان حضرتك هتاخدي السياره؟ لما جريت عشان اعمل الخطاب خلاص فلوسي جاهزه عشان اشتري العربيه. انا بتكلم على الناس اللي ماشيين صح، انا بتكلمش على الناس اللي ما هو الناس اللي مشيت صح. احنا دخلنا كم عربيات؟ احط الفلوس ازاي قبلها بسنه في البنك يا فندم؟ مش حضرتك النهارده يعني انت قصدك يعني يا استاذ بسمه ان قبليها بسنه ممكن ما تبقاش الفلوس جاهزه معاكي؟ لا يعني حضرتك شرطين انها تكون قبل بسنه محطوطه في البنك. عشان انا النهارده دخلت لك عربيه عفيت منك الجمارك بتاعها وخسرتيني، في حين ان انت النهارده مستخسره ان انا استفاد بالمبلغ اللي هتحطيه في البنك سنه، رغم ان حضرتك لو حطيتيها وديعه انا بدفع على الوديعه ديت او شهاده بدفع عليها قيمه بمبلغ وقدره. يعني أنا حضرتك مستخسره فيا كدوله، حضرتك مستخسره فيا كدوله أنا ان انا اخد فايده. انا بتكلم على انه دلوقتي حضرتك، انا لما اجي اجدد دلوقتي الترخيص بتاع العربيه اللي معايا، الترخيص ده يخلص كمان 3 سنين. كويس تمام، يبقى انا ازاي احط الفلوس في البنك قبلها؟ يا فندم هو حضرتك مالكيش علاقه بالتعديل اللي حاصل، احنا بنتكلم على الجديد. على ايوه الجديد. يعني هي لو بترخص تانية انت مالكيش علاقه خالص، الا ان العربيه اتباعت، الا ان تم ضبط العربيه مع غير مالكها. انت العربيه معاكي يا استاذه بسمه، ان حضرتك اللي بتستخدميها، حضرتك والشخص اللي في العائله اللي من ذوي الهمم صح؟ بس طب ايه بقى انت ما تقلقيش من اي حاجه، احنا كل القرارات او الاجراءات اللي الحكومه اتخذتها النهارده للمخالفين، لكن حضرتك ماشيه صح وحضرتك عندك حد من ذوي الهمم وهو اللي بيستخدم العربيه، اذا مفيش اي مشكله صح ولا ايه؟ خالص مفيش مشكله. احنا بنتكلم على المخالف، بنتكلم على الجديد اللي مدخل والقديم. معايا ناس صحابي مقدمين، بعد احنا مقدمين اليومين دول عشان يشتروا عربيه. طيب خلاص بقى يلتزموا بالجديد، عايزين انتوا تحطوا الفلوس قبلها بسنه. اه يلتزم فلوسهم عشان يروحوا يشتروا. بصي يا استاذه بسمه، ممكن علشان احنا لو بنقارن ما بين القوانين القديمه والقوانين الجديده ساعات بنحس انه ايه ده، انا هم جم عليا، بس في الاصل هم بيحمونا، لان يعني شئنا او ابينا الكلام ده حصل كله ليه؟ بسبب ان كان في مخالفين، لو ما كانش في مخالفين ما كانش كل ده حصل. مش عيب، مش عيب يا مدام بس هم بيحاولوا يحسنوا الوضع وبيحاولوا يحفظوا حقوقهم. مش عيب ان انا كدوله اخدت قرار واكتشفت ان القرار ده معيب في جزئيه معينه او بيتم التلاعب بيه. اه طبعا وعاقب ان انا كنت حسن النيه معاه. ده بقى لهم كام سنه بيلعبوا في القصه. ايه المشكله طيب؟ ايه المشكله ان طب ما احنا عندنا كم من القوانين بنطالب بتعديلها. لو نزلت جمرك بورسعيد او نزلت جمرك السويس او نزلت جمرك اسكندريه، شوف خلاص ما بقاش فيه اللي ما بقاش فيه بيع وشراء من المناطق الحره، بيلعبوا بالمليارات بسبب قصه. اهو اديكي قلتي بنفسك استاذه بسمه. طيب يبقى اذا يبقى لازم يبقى في قوانين صارمه. انتوا على انتوا حطيتوا قوانين صارمه للي هيشتري الجديد. احنا عايزين حضرتك تستفادي، احنا عايزين حضرتك تستفادي. انا هقول لك حاجه يا استاذه بسمه، ما هي الحكومه لما بتيجي تاخد قرار او بتحط لك قانون جديد، هي مش هتحط قانون
القانون على فلان وفلان لا، انتوا انتوا لا، هو بيبقى يعني زي ما كنا بنقول ان الحسنه تخص والسيئه تعم. ما هو حصل دلوقتي ما غصب، ما هو غصب عننا ده بيحصل بسبب ناس هم اللي خلوا ان ده يحصل، فاحنا دلوقتي بنحاول نقنن الموضوع علشان نحفظ بقى حقوقكم اللي جايه، عشان حضرتك واصحابك من 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 اللي عندهم فلوس قبلها بسنه. طب هم بيجمعوا في الفلوس دلوقتي عايزين يروح يلا دلوقتي وعاملين الخطاب بس منتظرين ان يستلموا الكارنيه، لازم الفلوس تبقى محطوطه سنه. طب انا ما حطيتهاش سنه يعني يا فندم، حضرتك قبل ما تخلصي ورقك وتستوردي السياره، لان العربيه دلوقتي مش هتروحي تشتريها من المنطقه الحره، العربيه هتستورديها، فعقبال ما تخلصي الاجراءات دي هتلاقي السنه خلصت يعني. انت ايه دي سنه يعني كمان انا مش هروح اجيبها من الجمرك، مش لا العربيه مش هتيجي من المناطق الحره خلاص، العربيه لا العربيه هتستورد يعني، هتدخل من البلد من منشاها هتيجي، نظام بقى المناطق الحره والمافيا اللي كانت موجوده هناك دي انتهت. العربيات اللي عندهم دي رجعوها بقى، نعمل كده لان خوفنا، لانه قال لك تتحملي انت المخاطر بتاعت انها تيجي والسفينه توصل او ما توصلش. صدقيني الفتره اللي جايه بصي يا مدام، ارخص حوالي 120,000. بصي يا مدام بسمه، صدقيني الفتره اللي جايه هيشهد الموضوع دوت قرارات جديده تانية غير اللي صدرت، وهيتم علاج كل اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده، وهيتاخد في الحسبان كل اللي حصل النهارده ده تعديل في اللائحه التنفيذيه. لسه الموضوع هيستكمل، وكل حضرتك بتتكلمي فيه ده اكيد الدوله هتتصدى ليه وهتوفره. يعني انا مش هحملك مخاطر كل حاجه وانت النهارده بتساعديني، بالعكس الدوله همها الاول والاخير ان هي تساعد ذوي الهمم، وان النهارده توفر، والا ما كانوش عملوا التسهيلات دي يعني. لو ده مش النهارده، طب ما انا اسهل عليا كدوله لم العربيات اللي دخلت كلها، واقول لك ما فيش حد هيتعافي من الجمارك، كله هيدفع جمارك وكله هيدفع ضرائب بالظبط. ده بكل ده لو عايزين يريحوا دماغهم فعلا. انت ما تقلقيش يعني، الفكره انه علشان احنا عايزين نساعد ذوي الاحتياجات الخاصه دول ان احنا ما ناخدش بذنب، ما ناخدش بذنب، ناخدهم بذنب الناس اللي انت يعني تجرت لا انت طول ما انت ماشيه صح يا استاذه بسمه، مش عايزاكي تقلقي من حاجه ولا تخافي من حاجه، لو حد ضايقك كلميني على طول. مظبوط. شكرا ليك يا استاذه بسمه. معانا عمرو من القاهره، يا عمرو اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب انا واحد ماشي كل المفروض القانون كله بينطبق عليا، العربيه بقت ابني وانا اللي بسوقها والدنيا تمام. تمام. ولكن في اغلب الاوقات المرور بيوقفني بيقول لي فين الولد؟ يعني ولد قاصر لازم انا اي مشوار يبقى اكتب عربيه؟ ايوه طبيعي. يعني حضرتك ساعات بتبقى سايق العربيه من غير ما الولد يكون موجود؟ طبعا. هو العربيه مثلا صرف عليها 400,000 جنيه ولا 500,000 جنيه، طبيعي الولد القاصر ده معاه 400 او 500,000 جنيه انه يشتري بيهم العربيه؟ يا فندم ما هو الرخصه طالعه ان ياخدها فلان اللي هو بالدرجه الاولى او الثانيه، هي العربيه يبقى المعاق موجود او الشخص موجود. هو حته الموجود دي انا شايف ان هي مش مظبوطه. بس ثانيه واحده يا استاذ، طب ما هو في غير حضرتك بياخد العربيه محمد يشتغل بيها اوبر وكريم وبيتربح منها؟ انا ماليش دعوه بالمخطئ يتعاقب، انا بتكلم على حل. طيب لحظه واحده يا استاذ عمرو، ما هو في حاله حضرتك العربيه دي جايه لمين؟ للشخص اللي من ذوي الهمم صح ولا انا غلطانه؟ وانا والده، انا ابوه. حضرتك والده، انا بقول لك العربيه دي جايه لمين؟ للشخص، هقولها لك تاني، للشخص، لخدمه شخص من ذوي الهمم. هل حضرتك من ذوي الهمم؟ حضرتك والده، لكن حضرتك مش الشخص نفسه. التسهيلات او المبادره، انا فاهمه والله العظيم اللي حضرتك عايز تقوله، بس انا اللي بحاول اوصله لك ان الحكومه ملهاش دعوه بكل ده، هي الحكومه مسهله امر معين لشخص معين، اي حد تاني حتى لو باباه مامته هي الحكومه مالها؟ بتاخد في الرجلين. طب العربيه كان بيبيع الجواب، احنا مش بايعين الجواب، مستفيد اصلي انا مستفيد. طب انت دلوقتي حضرتك متاخد في الرجلين ليه؟ لا يعني ايه حضرتك مش مستفيد اصلي يا فندم، حضرتك مش مستفيد اصلي، حضرتك لو مستفيد اصلي تبقى انت صاحب الجواب، حضرتك مش مستفيد اصلي، حضرتك بتخدم المستفيد الاصلي. يعني حضرتك المفروض تبقى بتسوق العربيه في وجود الشخص. لحظه بس، الولد في المستشفى وانا بجيب له حاجه، هو لازم اجيبه من المستشفى يا فندم؟ يعني احنا الموضوع ده يعني هو ما بيحصلش، اللي حضرتك بتتكلم فيه ده نادرا. لا لا والله العظيم حصل. يعني يا فندم حضرتك ظابط مرور قابلك وقلت له ابني في المستشفى ومعايا الورق وراح اجيب كذا، قال لك لا هات العربيه؟ لا مشاني فعلا. طيب يبقى ليه بقى يعني بلاش يا فندم؟ احنا الموضوع عندنا مرن جدا وقاصد جدا في رجال المرور، وبيقدروا كل اللي حضرتك بتقوله، فيعني الموضوع ما بيبقاش بحذافيره زي ما حضرتك بتتكلم، انما اللي بيحصل ان احنا بنكتشف ان اللي سايق العربيه شغال بيها اوبر وكريم، شغال بيها تاكسي وبيتربح منها بحجه
المعاق او بحجه ذوي الهمه. هو معلش الهدف من اللي بيحصل ده ايه؟ ان انا حجي من حضرتك بتقول ان ما يبقاش في ناس بتتحايل على القانون يا استاذ عمر، ما يبقاش ان انا عايز ابن حضرتك يستفاد، انا عايز ابن حضرتك يستفاد ان نحفظ واللي زي اولاده واللي زيه يستفادوا. هل انا بتحايل على القانون؟ لا حضرتك مش بتحايل، بس غيرك بيعمل كده. ما هو ما انا زي انا مش هفصل لكل واحد قانون بالظبط. نفس الكلام اللي كنت بقوله للاستاذه بس ان الحكومه بتيجي تحط اللي ياخدها احدى زاويه عليا اثنين. لا بحضر حضرتك رديت على نفسك، هي الرخصه مش ليك، هي الرخصه للشخص حضرتك اللي عندك الهنم. مشكله في سواقه السياره في 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 غير وجود ابنك، خلاص خلي حد تاني من الدرجه الاولى والثانيه يسوقها في وجود ابنك. العربيه مش ليك يا فندم، فرق ان العربيه لحضرتك وفرق ان العربيه حضرتك نائب فيها. صح ان لو حضرتك مش مالك العربيه، حضرتك يا استاذ عمرو لو عايز تسوق العربيه لولا ابن حضرتك ما كنتش اخدت السياره اصلا. لو حضرتك عايز تسوق العربيه وابنك مش موجود تسوق عربيه تانية، لان العربيه دي مخصصه لابن حضرتك. طب بالفعل بالفعل اللي حضرتك بتقوليه ده مظبوط، المفروض يبقى انا عندي، انا فعلا عندي عربيتين. طيب والعربيتين لولدين، هل المفروض كل مركب عيل اخد عربيه معينه؟ يا فندم انا برضو عايز اقول لحضرتك على حاجه، العربيتين ده برضو لازم تدخل الهمة. يعني انا مش فاهم ده لازم تدخل اللي حضرتك بتقوله دوت، لازم برضو احنا بنناشد يحصل تدخل. هو ينفع ازاي يبقى الاسره اه للاسف ازاي يبقى الاسره تتمتع باكتر من سياره وبتستخدمها اكتر من سياره؟ بس اعتقد في الاجراءات الجديده مش هي عربيه واحده. حضرتك اللي بتجاوب بتقول لما تاخد الولد ده سوق عربيته، هما تاخدوا بالك اسوء على مفضله منطق. لا يا أيوة يا فندم، لا هو المنطق ان حضرتك ما تستفادش بسيارتين وغيرك محتاج سياره، حضرتك يكفيك سياره للولدين. حضرتك يكفيك يا فندم، يا فندم حضرتك يكفيك سياره واحده للولدين، العربيه هتبقى مجهزه لحاله الولدين، انما حضرتك ما ينفعش تشتري عربيتين وتعفى من الجمارك لعربيتين وبعد خمس سنين حضرتك تفك حظرهم وتستفاد بالقيمه بتاعتهم وتحملني انا كدوله عشان طالما حضرتك مش فارقه اتحرك كل العربيه غير الولد. حضرتك انا مش عايز العربيه، الغي القانون. ما هي العربيه مش ليك اصلا يا استاذ عمرو. استاذ عمرو حضرتك مصمم؟ ما ده تحايل، ده تحايل. هي هو التحايل اللي حضرتك بتقوله يا استاذ عمرو. استاذ عمرو بس بالراحه. لا 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 يا استاذ عمرو، ولا باخدها يا استاذ عمرو. يا استاذ عمرو فرق بان العربيه حضرتك شاريها من جيبك ملكك، وفرق ما بين عربيه الدوله مدياها. هو حضرتك فاهم الفرق الكبير يا فندم؟ ايوه الفرق الكبير. اه طبعا الجمارك على العربيات طبعا دلوقتي يا استاذ عمرو. يا فندم حضرتك في عربيات فارهه بملايين بتدخل بتقف من الجمارك وفي الاخر بنلاقيها شغاله. حضرتك احنا مش شايفين عربيات فارهه ومرسيدس وكذا، دي عربيه هونداي عربيه تعبانه يعني، مش اخر موديل. مش ايه؟ يعني يعني الفرق بين العربيه دي والعربيه دي لو شلت التجار الفرق ما بينش 50 سنه. طيب عربيه عاديه بس هي هي الحكومه مش مجبره اصلا يا استاذ عمرو ان هي تبقى بتجيب عربيات للمواطنين، كون ان هي بتسهل الدنيا لفئه معينه علشان الفئه دي فقط هم اللي يستفيدوا منهم. حضرتك مش من الفئه، الموضوع خلصان، الموضوع بسيط. طب استاذ عمرو، طب انا هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ عمرو، ما تقترح لي كده، اقترح لي اقتراح، ادينا احنا بنتناقش، اقترح لي ان انا النهارده كظابط مرور اضمن ان اللي ماشي بالسياره مش بتربح منها، اعملها ازاي؟ ان انا اللي ماشي بالعربيه في غير وجود المعاق مش بيتربح من السياره، قول لي اظبطها ازاي؟ اديني اقتراح. طب اقول لحضرتك معلومه بس، معلومه بس لحضرتك، ونرجع للكلام ده لوزاره التضامن الاجتماعي. وزاره التضامن الاجتماعي وانا بقدم العربيه قالوا لي كده، لو حضرتك عايز تشغل عربيه تدفع 5000 جنيه تامين وبتشغلها هو الكريم بس. هم قالوا كده. لا يا فندم مفيش الكلام ده. لا تاني معلش، لا انا معايا مين مين اللي قال لك، مين اللي قال لك؟ مفيش لائحه صدرت ولا قرار صدر بيبيح للمعاق ان هو زي يتربح بسيارة. لا مفيش الكلام ده. احنا مش عايزين دي. هو انت مش عندك اي طريقه تكشف فيها تقول انا بشتغل ولا لا؟ معلش هو الصوت مش واضح يا استاذ عمرو، انا مش سامع الحته دي برضو. يعني حضرتك مفيش طريقه تقدر تعرف منها اذا كنت انا بتربح ولا لا؟ ما انا بقول لحضرتك اهو بنتناقش وبنقترح. انا قلت الحل اللي عندي ان انا يقتصر قياده السياره الا في وجود ذوي الهمم. اديني اقتراح تاني. الاجراءات الاجراءات اللي الحكومه اتخذتها النهارده يا استاذ عمرو هي اللي بتضمن الحق اللي احنا الحل اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ومش عارفين نجيبه. بس حضراتكم تقدروا فالاجراءات اللي الحكومه حطتها هي مش بنفصل قانون لكل حاله. القوانين دي وضعيه، وارد النهارده تصدر، بكره يحصل فيها تعديل، بعده يحصل فيها تعديل، وفقا للتطور وفقا للاجراءات احنا بنكتشف وبنعدل، ده مش عيب ولا ده غلط، اي قانون وضعي في الدنيا يطرأ عليه التعديل.
ايه 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 الغلط في اللي احنا بنعمله؟ انما عشان حضرتك تقول لي انك معاك عربيتين لاسره واحده وغيرك معهوش وعايز تركب العربيتين في عدم وجود المعاق وتقول لي وزاره التضامن قالت ولا لا، الكلام ده مش صح خالص. وفعلا دي اكبر مشكله، ازاي اسره يبقى فيها اكتر من سياره الدوله مدعماها تمام لاكتر من معاق في الاسره. اعتقد ده اتناقش من ضمن القرارات الجديده للحكومه، ان هو اللي يشتري عربيه لازم يبقى ما عندوش تاريخ ان هو من 5 سنين تقريبا وما دخلش عربيه تانية. بالظبط. طيب هو الموضوع طويل جدا وكبير جدا، ومن الواضح ان هو يهم كتير من الساده المشاهدين. طبعا في فئه كتيره، في فئه كبيره، وطبعا الفئه اللي اتمنع عنها العربيات اللي في السوق الحره وان هي مش هيشتروها. طبعا حضرتك نزلت بورسعيد والاماكن دي، شوفي كم العربيات المعاقين، شوفي كم الاعلانات اللي فيها. طبعا كل ده مش هيحصل. العربيه هيتم استيرادها من الخارج ويكون ليها 3 سنين بدايه ويدخل فيها تاريخ الصنع. طيب احنا اكيد هنستنى لما الاجراءات اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده تتنفذ بقى بشكل مزبوط. رسمي ان شاء الله بشكل قانوني توقع عليها من سياده الرئيس وتنشر في الجريده الرسميه ويبقى لينا حلقه ثانيه ان شاء الله ساعتها نشوف بقى. يعني اكيد ممكن يطلع قرارات أكيد اخرى، أكيد ممكن يحصل تغيير، ممكن يحصل تعديل متوقع في الاجراءات اللي احنا شفناها، فنعمل حلقه ثانيه ان شاء الله نتكلم فيها. بشكرك جدا يا استاذ محمد. شكرا لحضرتك.